لا ينصح بمشاهدة هذا البرنامج للأشخاص الأقل من 12 سنة. أهلا بكم في هذه الحلقة من لغز الجريمة. سرقة الأطفال ظاهرة خطيرة تفشت بشكل ملحوظ في مجتمعنا وبالأخص في الآونة الأخيرة، وأصبحنا نستيقظ تقريبا كل يوم على وقع أحداث رهيبة تحدث لأطفالنا بشكل متكرر. الأمر الذي أرهق كاهل الآباء والأمهات من خلال هاجس الخوف الذي أضحى يطاردهم كالشبح خشية من أذية أطفالهم. سنتطرق اليوم إلى قصة غريبة جدا لطفل في العامين من العمر اختطف من حضن والديه. الخاطف في القصة إمام يؤم الناس في المسجد، والحقيقة أنه مجرم سفاح في ثوب ملائكي. لنتابع تفاصيل هذه الجريمة بداية من هذا الفصل. صدام طفل في العامين من العمر خرج في يوم رفقة إخوته ليس ببعيد عن منزلهم العائلي. ما حدث في هذا اليوم هو أن إخوته انشغلوا عليه وراحوا يداعبون الكرة مع شلة من رفاقهم. قطع الصغر أنا من شفش روحي مليح، ما مش تحكي لي، ما قالت لي كنا كان العيد، كنا معيدين، احنا كنا عند دار جدتي في قناني، وخرجت مع زوج خاوتي اكبر مني نلعب، ضربوا علي ما لقاونيش. في هذه الاثناء كان هناك شخص يترصد صدام من بعيد ويتبع خطواته منذ ان خرج من المنزل. وما إن شاهد هذا الشخص صدام لوحده، اغتنم هذا الرجل الفرصة وراح يمشي بخطوات ثابتة إلى أن وصل إلى هذا الصغير. قام هذا الرجل بمداعبته من بعيد وفي يده قطعة من الحلوى. تجاوب هذا الصغير كان سريعاً وراح يجري كي يفوز بقطعة الحلوى. في هذه الأثناء قام هذا الرجل باختطافه إلى وجهة غير معلومة. أما قلت نور ما راه يلعب قهنا، ما كان حتى مشكل. كي جابوي قلت له تفضل رانا ما لقيناش، قعد يراعي، شافوا منا ما كانش. هنا عندنا يبرحوا على الطفل في الجامع، برحوا عليا في الجامع تاع الجلفة ما كانش. جابوي يرجع للدار اللي كنا احنا كنا معيدين على دار جدتي في قنان، ورجع للدار اللي كنا ساكنين فيها هنا في حي البرج في القريبة. كي بغيت دخل للدار القش ما لقاش القش تاعي، لبستي معناها السيد دخل سرق اللبسه تاعي داني انا، وزاد دا اللبسه تاعي ما حبش يخليها. يا صدام اي من وراء صدام اشطش ها صفو تاعو. تفطن إخوة صدام إلى غياب الصغير، لكن بعد فوات الأوان وراح الجميع يبحث عنه لكن دون جدوى. سرق كامل اللبسه تاعي، بوي كي يلقى اللبسه ما كانش تاعي يخلع، راح ديكلارا قال لهم الطفل تاعي وهامل وذا، منها قعدوا يحوسوا لي. قعدنا هذيك الفتره تاع 14 عام وهو بوي الاصلي وما الاصلي يحوسوا لي وما لقاونيش. مرت الايام والليالي وعائله الطفل تبحث عن فلذة كبدها لكن دون جدوى، لا اثر للرضيع في اي مكان. ربما الكل يسال اين هو الطفل ومن قام باختطافه وكيف ولماذا؟ الشخص الذي قام باختطاف صدام يشتغل وللأسف إماماً بأحد المساجد بالجلفة، رجل في الخمسين من العمر. لم يرزق هذا الرجل بأولاد من امرأته الأولى فتزوج من أخرى، وبعد 15 عاماً رزق بولد، لكن لحد الآن يجهل إن كان ابنه الحقيقي أم لا. زليخة
في هذا البيت جاء بصدام، استقبلته صاحبة البيت بفرحة شديدة، ما يؤكد تورطها أيضا في قضية الاختطاف وتخطيطهما. لم يتوقف الطفل عن البكاء ولو للحظة، كان يبحث عن أمه طيلة الوقت، يبكي بحرقة شديدة وهو ينادي أمه، مشهد تقشعر له الأبدان. كان عبد القادر هذايا، وكانت الزينة وسرتوها، الزينة هي اللي كانت أقرب ليا للاش، كانت تقول لي باللي جابك انتايا، وقعدت الليل كامل تبكي، ومن بعد عاود رجعك وجاب طفلة واحدة أخرى، ومن بعد قالت له المرأة لا أنا مانيش نحوس على الطفلة، أنا جيب لي طفل اللي جبتو لي المرة الأولى، عاود دا الطفلة وعاود جابني أنا. جابو كنت صغير أنا يا أخي، جابو ومن بعد عاود ديه، بعد جابنا طفلة صغيرة وعاود ديها، ومن بعد رجع الطفل هذا. مرت الأيام والليالي، وأصبح صدام في سن الرابعة من العمر، لكن طيلة هذا الوقت الذي أمضاه في هذا البيت لم يسمح له لا بالخروج ولا باللعب مع أي كان، خوفاً من أن يفتضح أمرهم، كما قام المختطفان بتغيير اسمه من صدام إلى حميدة. كانوا أنا ما يخلونيش نخرج، ما نلعبش، كان قاعد الدراري يشوفهم يخرجوا يلعبوا، مام أختي هذه وخويا يخرجوا يلعبوا، انا ما نخرجش، انا يسكر عليا الباب، كي نقول له بوين عليه ما تخرجش يقول لي راك مازال صغير ما تخرجش، ما يخلينيش نخرج كامل البر. وفي نفس الوقت كان هو يضربني وكانت المراه تضربني، ويحافظوا فيا على الاسم تاعهم، الاسم تاع العائله، واسو سماك اسمها يا حميده، واش ناكوتك ناكوتي كذا كذا كذا، المهم يحافظوا فيا على الاسم هذاك. انا ما نشفاش مليح، ساعه هاك كل ما نسقسيه يقول لي راك كانت جداتي مربيتك، على اساس ان جداتي انا كانت مربيتني، وجداتي كي ماتت جا هو رجعني للدار. انا الطريقه اللي كنت نخرج بها نخرج على اساس اني طفله، الناس الجيران ما مش عارفيني لا طفله لا طفل، كاين اللي يلاقوا لي حميده، كاين اللي يلاقوا لي علي، كاين اللي يلاقوا لي فاتحه، معناها ثلاث شخصيات في نفس الانسان، اخرين يلاقوا لي علي، اخرين يلاقوا لي حميده، والاغلبيه يلاقوا لي فاتحه، معناها ماني باين لا طفل لا طفل، كان يعني شعري طويل، ساعه نلبس لبسه تاع بنات، ساعه نلبس لبسه تاع دراري. كانت لهذه العائلة ابن أكبر يدعى عبد القادر، وبنت تدعى زينة، كانا بمثابة إخوة لصدام، يلعبان ويمرحان معا، ولم يظن الطفل ولو للحظة بأنه غريب عن هذه العائلة. أنا كنت عد عائلة أخرى، على أساس أنه بوي وما وأسرة، عائلة عادي، كانت معنا الطفل الكبير عبد القادر، وكانت طفلة معنا واحدة أخرى زينة، وكنت أنايا، كنا في جو عادي أسري عادي، ما أبوي ما. عندما يلح صدام على الخروج للعب رفقة أخوته، تقوم أمه بتغيير شكله وملابسه ليظهر وكأنه فتاة. أكيد المعاملة تاعي أنا كانت معاملة خاصة، ما نخرجش، الضرب على أساس إنه ما يخلينيش نلعب مع البرا مع الناس، ممكن ديري كي عدنا نخرج على اساس اني طفله، شعري طويل، نلبس لبسه تاع بنات، نلبس روبة تاع بنات. كان حميده يقضي معظم وقته في البيت يداعب ارجوحته، بدا الطفل يكبر شيئا فشيئا حتى صار في سن الدراسه، وبدا يشاهد اخوته يتوجهون يوميا الى المدرسه ما عداه. هكذا بنتي كيما فهمتك ياك، من المسيد للدار ديرك بلك تروح ياكلها. هيا روحي بنتي خفي. زينة نجي معك. وين نجي معها انت؟ وين؟ لمسي. ما عندك ما تروح معها لمسي، مزك صغير. قد قاع ما يروح. قلت لك ما عندك ما تروح معها. خلاص سي بون. هيا مشي للدار ديك. هيا اطلع. روحي بنتي روحي خف. رايا في السنة الأولى دخلت أختي تقرا. كنت أنا قريب ليها للاش، نورمالمون ندخل أنا قدامها، كنت في الكواعط أنا أكبر منها. ما قرانيش، كي نقولوا لها بوينا ما ندخلش نقرا يقول لي مازال صغير مازال ما تقراش، حتى تكمل اختك ويكمل خوك بعد ندخلك. رفض هذا الرجل ان يعلم الصبي، وكان يطالبه دوما بالمكوث في البيت دون اي تبريرات.
وصل الأمر بهذا الشخص الذي يدعي أنه إمام إلى إرغام أولاده على التسول. كانت زينة وحميدة يخرجان للتسول بعيداً عن البيت وفي الأماكن التي لا يتعرف عليهما أحد، وما يجمعانه خلال هذا اليوم يقدم لوالدهما، وكان هذا الفعل يتكرر كل يوم حتى وإن لم يرغب الأطفال بذلك. الطفلة حبسها، كانت قرأت سنة أولى حبسها، الطفل الكبير كان يقرأ سنة خامسة حبسه، منها ما كانش القراية. أي كان يقول نروحوا طلبوا دبروا لي نجيبوا الدراهم دبروا راسك، كان يبطنا طول يضرب فينا أي حاجة. كان يسكر عليا في الدار، والطفلة والطفل كانوا يروحوا يخليهم يتسولوا يطلبوا تسول، كان يطلبوا هما كما احنا نقولوا هو يروح للسونترفيل يشرب القهوة وهما يقعدوا يدوروا ثم، وفي نفس الوقت يطلبوا يعس فيهم معناه ما يروحوا لهاك لهاك، وانا يخليني وحدي في الدار مسكر عليا ما نخرجش كامل. الناس كما احنا نقولوا في الدشره ولا في المدينه اللي ساكنين فيها حنايا في الحي، احنا باه نقولوا الحي تاعنا، كانوا يعرفوهم بلي ولاتو، بصح كي يخرج من الحي ويروح للسوندرفيل، السوندرفيل معمر ما يقدروش، ما مثلا قال فلان فلان يقعدوا بعيد يقول لهم شوفوا كي تعرفوا كاش واحد تعرفوه ما تطلبوهش، بصح حتى واحد ما تعرفوهش وصرتوها مع الناس اللي بيجوا باينين ماهمش من البلاد يطلبوه. حميدة كان يعامل معاملة خاصة بالنظر إلى أخويه زينة وعبد القادر، يتعرض في كل مرة للضرب والشتم والتعذيب إن حاول القيام بأي شيء يخالف قرارات والده المزيف. حميدة شرب الحليب. بابا ورا بابا ورا قد مازال ما نعج وجاك يديك اه وبرد بزاف كي كنت لاقت في الليل، اما الاخلاص دوك نحل البابا باش يخليك تهبط تعيش حل اخت تعيش بزاف. طريقه تاع التعذيب كان ضرب، هذه اول حاجه ضرب، اولا بالماء البارد كيعود في الشتاء، الماء البارد كما احنا نقولوا حاشاكم يعريك قاعدين وبخوب بالماء البارد وخلي عليك، يسينوا الكابل تاع تريسيتي يربطوا لك هنا في رجلك ويركب الكابل ويقول لك ما تزيدش تدير هذيك الحاجه، ما تزيدش تسقسي على امك، ما تزيدش تخرج، الحوايج معناها ماهيش حاجه اللي كبيره نديروها حتى يعذبني عليها هذاك العذاب. ذات يوم قام عبد القادر وزينة باخبار حميده بانه ليس شقيقا لهما، وان والدهما قام باحضاره من مكان يجهلانه، وتربى وسط هذه العائله الى ان صار في هذا العمر. اسمع حميدة على بالك بلي انت ماشي خونا. بركة عبد القادر بركة ما تقولوا هكا. زينة صح كاين منها. صح كاين منها. يعني هي صح انت ماشي خونا تاع الصح، ماشي بابا وماما، بصح حنا نحبوك. بابا هو بابا وماما هي ماما، على بالي بليكم تمسخوا. انا واش راني نقول لك كامل صح. اسمع انت حبيت تعرف الصح انا قلناه لك، اذا ما حبيتش تعرف الصح ما تعرفوش. على بالي بليكم تمسخوا. كانت زوجة هذا الرجل أي أم زينة وعبد القادر لطيفة مع الصبي عكس زوجها تماماً، فحتى هي لم تسلم من عدوانيته. زليخة نعم وعلا وكره حاجة أنا حاعد لها واحد الجارة هذه قصيتها على حاجة نروح نجيبهم الولي ما نبطاش. يا روحي ما تطولي هيا صح ماما معك وتروح معايا يا وليدي قعد هنا في الدار. ما عندك وين تروح وين أحتر وعلا نبقى أنا كل يوم في الدار. يا وليدي خلاص خليني نديه معي وما نبطاش. حبي دي يفضحنا انت تاني. لا لا شدوا بيدي ما تخافش. اصبري ما دقيقه اصبر اروح له اروح. واسمك انت واسمك؟ حميده. كي تخرج برا كي يقولوا لك الناس واسمك تقول لهم حميده. ياك هذه شكون هذه؟ شكون انا؟ ماما. صح ماما. وليدي. وانا بابا. هيا روح. هيا وليدي روح البس الباطل. هيا صح. البس احبط احبط روح هيا. هيا ما تطولوش اه. كانت أم الأولاد حاملاً وكان بطنها ظاهراً، وقامت بإخبار أطفالها بأنها تنتظر مولوداً جديداً. سلم بيتي ماما وش بيك؟ حنجيب لكم بيبي يا بنتي. معناتها يولي يخرج معايا برا إن شاء الله. بصح وليدي كي ماما صح جيبينا بيبي نجيب لكم يا بنتي وكي كبر تلعبوا معاه. ما نخرج ويشوفوا أصحاباتي حتى يكبر يا بنتي مشي دوقاتك. صح وليدي هيا أنا ملي بدا يحفر فيها نخرجوا فيه. كانت المرأة بكرشة هذه ما انا نقول لك على اساس انها ما كانت سبع سبع تسعين سبع سبع سنين سبع سنين سبع. شوفها بلي كانت شوف على حساب معرفتي انا نشوف المراه تعود كرشها كبيره
التحركات تاعها. كل ما نسقسوها تقولنا اني رايحه نجيب طفل وتعودوا تلعبوا عليه بيبي صغير تشري له في القش توجد له، عارفه المراه اللي تعود بالحمل. استيقظ الاولاد ذات يوم على خبر مغادره امهم البيت الى المستشفى كي تضع مولودها. هذا ما اخبر به الاب اولاده. تاريخي مخدوم، واش كاين نتوما؟ واش كاين؟ واش زيدوا لي فيها؟ ماما واش بيها ماما؟ ياك قلت لكم ماماكم راح تزيد، واش راكم تحوسوا عليها؟ بصح البارح ما شفناهاش توحشناها. قلت لكم ما كاشها، خلاص ما تسولونيش على ماماكم. خلاص يا رب، يلا امشي لي سيدي على خير. كيتو كي كي يبا وظل الأطفال ينتظرون عودتها كل يوم، لكن مغادرتها البيت هذه المرة قد طالت وكثر سؤال الأطفال عن والدتهم. احنا نستناو في الطفل عادي على أساس أنه باه يزيد ومعناها نورمال. الشتاء جام في 97 نضنا أبوي وراها ما قالنا لكم راهي راح تزيد، راها جا خالكم مداها وراهي راح السبيطار تزيد. من هذاك الوقت ما شفناهش، من ذاك الفترة ما زدنا شفنا. رايدك لنا بابا، خلاص 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 لا والو بابا، خلاص بابا هكا باش ما تجوش تقصوني على يدك بابا، خلاص تعاود قالوا ما تجيش تعاود دبروني دبروني طوكي من اليوم ما نسيش نسمع صوتكم كاع، اش كيف بالفمكم بالفمكم قالوا بابا ما كاش ما كاش ما كاش زينة وحميدة كانا يتعرضان للضرب والتعذيب كلما سألا عن أمهما. أبكوا لا ريحوا، خلاص خلاص. كل ما نسقسوه عليها هنا بدأ يستعمل معنا العنف والتعذيب والضرب. في الفترة هذه قلنا له تسقسوا لأمكم أمكم ماهيش تسقسي عليكم وعلى كذا يضربنا يديرنا كاع الأنواع تاع الضرب تريسيتي على أي حاجة أي وسيلة يلقاها، المهم حنا من نفس المعاملة ما عدا الكبير شوي لأنه كان شوي كبير في اللاج علينا. مرت الأيام والليالي لم يتوقف حميد على السؤال عن أمه. عبد القادر كان دائما يطمئنه، لكنه اليوم راح يخبر حميدة بأمر خطير جدا. قلت له يا ودي توحشت ما، قال لي ما مزلش سقسي عليه، راه بوي يقتلها ولاحها في الحفرة تاع القارة. عبد القادر عبالك بلي توحشتي ما. كامل توحشناها ماشي غير نتايا. بصح علاش راحت وخلاتنا معناتها ما تحبناش. كيفاش هذه ما تحبناش؟ إما أنا تحبنا. بصح علاش راحت؟ أك صغير ما نحكيلكش، لو كان نحكي لك تتخلع. ما نتخلاش، احكي لي ماني صغير. بابا قتلها او دفنها لتحتها في القار. وشنو معناتها هي ما ماتت؟ اه كي قعدت انا نبكي شد لي فمي قال لي عندك في ثوكي نوض بوي يسمعني راني غنكذب عليك نشوف فيك اسكو تعز ما ولا ما تعزهاش. راني نقصر معاك بالك تروح تحكي لبابا. المهم ما ماتتش. ماشي صح ما تحكيش لبابا. ما نحكيلوش المهم ما ماتتش. لو كان تحكي له على بالك يضربني يومنا. هذا الرجل فعلا تخلص من زوجته لأسباب يجهلها الجميع. قام بإزهاق روحها وجرها إلى المرآب ودفنها هناك. من هنا يا خلاص كما يقولوا ما دخلتش الحكاية في رأسي، كان عندي 7 سنين ما دخلتش في رأسي. أنا ما دخلتش في رأسي إنه بوي يقتل ما ويلوحة في الحفرة تاع الكراج. ومام هذيك الحفرة كما نحن نقولوا سكرها، دار لها حتى السيمة نورمال سكرها ولا ما تبانش قاعد عندي. كبر الأطفال وأصبح عبد القادر ناضجا ويقوم بمساعدة أبيه، يتنقل معه دائما ويعي جيدا ماذا يدور حوله. وأول شيء قام به هو أنه طلب من أبيه أن يتوقف عن استغلال حميدة وزينة وإبعادهما عن التسول، متعهداً بمساعدته في التكفل بهما والعمل إلى جانبه. شوف بابا، حميدة وزينة مش تخليهم يخرجوا يطلبوا، خلاص كرهنا متبهدايا البرة، وانتو ما زيش تخرجوا يطلبوا، يزيدوا يخرجوا على باكو شاحندة. هكذا أولي تعرف تهدر. خلاص شيخ، أنا متبهدايا البرة، والله مقاعمين تحكوا علينا. ليه عادي يا سيدي؟
الله عارف مليحة. ياك انا نعاون فيك، خليني انا عم بالي واش راني ندير. مليحة هادي مليحة. القادر ولا يعرف، كاين بزاف صوالح كان ما يعرفهمش ولا يعرف لهم صايي وخلاص و... كي بدا ولا يروح معاه كيما حنا نقولوا حنا العرضات الفدوات كي يموت الميت يقراوا عليه القران في الفاتحه يروح ولا يروح معاه يقرا معاه القران ولا قالوا الدراري هذو صايي ما يزيدوش يطلبوا علي انا وطفله قالنا ما يزيدوش يطلبوا الحميده يعود يخرج كيما ما عليه ماكش تخلي فيه قايتين يخرج يعود يخرج مع اخته نورمال انا راني نخدم معاك واللي نجيبها نصرفها لهم وما تزيدش تلقاهم على حتى حاجه. عبد القادر اكتشف امر ابيه وكان يعلم بان امه اصبحت جثه هامده مدفونه داخل البيت، لكنه لم يكن بمقدوره فعل اي شيء خوفا من ابيه، لكنه استغل هذا الامر بالضغط عليه في كل مره كي يرضخ لمطالبه. عبد القادر كان عارف باللي مميته وكان كما احنا نقولوا كان يهدد فيه، كان يقول له باللي الا كاش ما اسرى ولا كذا اني نبي. ولينا نحسوا حنايا باللي عبد القادر ولا يتحكم في بوي ولا يتحكم فيه على اساس انه محسوب اللي يقولها له ويديرها. طبعا يا شيخ انا نحبوا فرنسا، ما كان والو هنا لا خدمه لا قرايه. فرنسا ثاني يروح لفرنسا، انا ما كان والو، بعثني نخطيكم وتخطوني وسلام عليكم. كيف نبعثك لفرنسا هذا؟ عم بعثك سهله هذه فرنسا؟ انا يتبعثني يا على بالك بلا ما نقول لك. شو دي على بالي دائما تهددني واقيلا نتايا؟ عندك وارد تما شيخ تشوف لنا خينا نروح. أراد عبد القادر الهجرة إلى فرنسا للعمل هناك وطلب المساعدة من أبيه، لكن هذا الأخير حاول مراوغته وراح يخطط كيف يتخلص من تهديدات ابنه. احنا هنا في الفترة هذه كنا نحسوا بلي عبد القادر كان بلي بوي كان يخاف من عبد القادر. في الفترة ذي كان عندي انا يا ابن عمتي كان يروح لفرنسا وكان يجي ياسر. عبد القادر قال له بوي، قال له انا له ما نروحش لفرنسا وانت راك تقدر تخدم لي الفيزا، باه احنا ما كناش نعرفوا الفيزا هذه، احنا نسمعوا قبل كواط راك تقدر تخدم لي الكواط وشاهي نروح. سهله نبعت وليدي نبعت. تقول لي سهله ما في ديرها لي. خلاص قلت لك نبعتك سهله فهمني دوكا. شوفوا ان شاء الله. خلاص دوك وشنو قبل نديروا وعده؟ وعده ثاني. خلي من بعد نفهمك على الوعده هذه، نعرضوا الجيران باش تبقيهم على خير، فهمتني؟ ومن بعد تيك سهل وليدي نبعت وليدي لفرنسا. ان شاء الله نشوفوا مدلش كاع كيما خلاص سهله. داروا اتفاقيه بيناتهم، احنا ما حضرنا لهاش كيفاش الاتفاقيه هذه. قالوا على اساس انه محسوب انت يا دوك دير عرضه لاصحابك وجيران باللي راك رايح لفرنسا، وكي وانت قاعد هنايا كمل شهر ولا شهرين وعاود خرج وقول لهم باللي راني رحت لفرنسا وجيت. الأب يحاول في كل مرة إقناع عبد القادر بالاختفاء لمدة داخل البيت ويوهم الناس بأنه قد سافر إلى فرنسا، لكن هذا الأمر كان ضمن المخطط الملعون. على كل حال صح داروا هذاك الفات فاهمه بوي هذا يا الشيخ ذا ولا الإمامة شراء المصروف صرف كلش نورمال، درنا العشاء للجماعة، جاونا جيران حضروا كلاو وقالوا واش خا العافية، قال لهم راه ابني راني باعثوا لفرنسا يروح ثم يقعد شهرين أو ثلاثة ولا حتى العام ولا بلا كاع ما يجيش. قالوا له تبقاو على خير تبقاو على خير بقاو على خير. عبد القادر راح نورمال محسوب على أساس أنه راح، هو قاعد في الدار ما راحش. طال مكوث عبد القادر داخل البيت وبدأ يمل من هذا الأمر وقرر الخروج. حتى القدوة الصباح عادي وإحنا ولينا الناس اللي نتلاقوا معهم، ولا الشيخ يقول لهم لا راه ما راحش لفرنسا، راهو في الزاوية تاع أدرار راه يقرأ. دوس معاه عبد القادر قال له أنا حقاني قلت لك وصيتك قلت لك قول للناس باللي راني في فرنسا، ما تقولهمش راني في الزاوية، وأنت راك تقول للناس باللي راه راح للزاوية قاي كذب ما راح لفرنسا لا والو. خربيه يا شيخ نسيت فهمنا انا فرنسا وقاعد تقول لهم باللي يقرا في الزاويه. كيفاش انا هدرت انا وليدي ما هدرتش هاد الهضره واش بيك؟ لحقتني هاد الهضره قال لك بلي زعما انا نقرا في الزاويه. وديني فاهم فيك ما هدرتهاش انا واش بيك نعل بليس؟ قالوا بي راني عييت من القعده في الدار وكرهت انا لازم ندير روحي باللي راني جيت من فرنسا وباللي راني خرجت وباللي ما كاين حتى كان اني رحت وجيت. عبد القادر اصبح مصدر ازعاج وتهديد لوالده. ترى هل فكره ابقائه
محجوزا داخل البيت خطة من هذا المجرم للتخلص من ابنه، أم أنه يفكر فعلا بمساعدته للسفر إلى الخارج ليبعده بذلك عن طريقه ويسهل عليه تنفيذ مخططاته المتبقية؟ لنتابع معا بقية القصة. انا فاهمك، انا غدواني خارج جاوا نقول لهم بلي هادو الحق من فرنسا. يا لعبه البوليسيه وليدي، واش تقول لهم هذا تخرج لهم هكذا؟ يا اصبر شويه سيدي، نكسي وليدي نشرو شي الكسوان، نشري حوايج، نشرو شويه لي كادو. اصبر شويه، ومو شهر يا وليدي. شهر بزاف يا شيخ. علاه سيدي؟ ها شوف، ها نسبق لك ديجا، ها ملي نسبقهم لك، ها ها ملي كنسبقهم لك يا سيدي، وزيد صبر عليا برك شهر. هذا ما كان بزاف شهر يا شيخ، وما جيب لنا ديمو تلفزيون ما ريح لك عام كاع. هذا ما كان يا وليدي، جات في تلفزيون ديمو، خلاص ماشي مشكل، غدوة ان شاء الله نشري لوليدي ديمو تلفزيون ويتفرج. ايوه ها يا سيدي. ها في هذه اللحظة كان الأب يخطط كيف يتخلص من عبد القادر. حتى الفترة اللي حكيت، الفترة من الفترات انه كما احنا نقولوا حاول يقول له قداش مرة، وحنايا في الحضور تاعنا حنايا، وما يقدرش، ما يقدرش بينا احنا حاضرين، ما يقدرش يقول. حتى اخر مرة اللي شفت لها تسمى كما نقولوا ربطوا بحبل هنايا جيفو، وشد له يديه حطم له في البوال، بوال تاع السخانه. ايه هذو كامل حرقوا، هذه كامله حرقت يديه في زوج، حتى ولا يدي في السبيطار وبان العظم، العظم تاع يديه بان. ايه يضربنا، ايه بالاخص خويا عبد القادر الله يرحمه الكبير، يبطو نزه هذاك حارق له يديه هنا بال على الفورم. ايه حارق له يديه، يدي له تريسيتي، شكون اللي يضرب ونزهه علينا حنا؟ يعاقبه هو مش كيما حنا، حنا يبطنا بصح مش كيما هو. حتى يشد له الكلاب ويحاول قداش مره انه يقص اصبعه تاع الفار، ويشوفنا حنايا حنا بينا نكثروا الزقا والزهق كيما حنا نقولوا يخاف، ما يكملش الحاجه اللي يدير فيها. انتظر الاب الفرصه المناسبه، وبعد مرور ايام أعطى الأب زين وحميد القليل من المال، وطلب منهما شراء بعض الأغراض التي تلزمهما، وطلب منهما البقاء خارجاً إلى أن يأتي لاصطحابهما. قالوا خلاص تفاهمنا، الصباح بكري نوضني أنا والطفلة، قلنا روحوا أنتم قدامي للسندرويل باه نشروا القش ونرجعوا، وأنا يا رين الحك. أهبطت أنا والطفلة وقعدنا نستنوا فيه، نستناو 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 حتى نلحق الضوء. كان عبد القادر متواجدا على السطح يستعد لتغيير ملابسه، وإذا بأبيه يفاجئه بضربة قوية على الرأس كانت كافية لترديه قتيلا. بعدما انقض الأب المجرم كالوحش على ابنه، قام بجره إلى المرآب ودفنه هناك. الفترة اللي كان يستنى به يقتلو كان يحفر في الحفرة، نفس الحفرة اللي قتل فيها المرأة نفسها كان رجع يحفر فيها، وبالمعاونة تاعنا احنا انا يا وطفلة، مام هو مام الطفل بنو هذا الكبير كان ساعة ويحفر معاه ويعاون على اساس انه باهي. وشني حفرة؟ حفرة ما فيهاش حتى وقيلة 50 سنتيم ولا 60 سنتيم تحت، على واحد المتر ونص ولا متر ولا دون. المرأة مدفونة لتحت، احنا ما كناش عارفين بلي ها المرأة مدفونة في الوقت، زعما من 97 حتى 2004 2003 حتى 2003 عمر. الصباح بكري نوضني انا والطفلة، قلنا روحوا انتم قدامي للسندرفيل باه نشرو القش ونرجعوا، وانا يا رين الحك. اهبطت انا والطفلة وقعدنا نستناو فيه، نستناو 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 حتى نلحق الظهر. كل حاجة قبل الظهر بواحد الساعة نلحق الظهر، احنا قلت للطفلة قلت لها والو بي ماهوش جاي طول، يلا نرجعوا للدار. لم يطل مكوث حميدة وأخته خارج البيت، وقررا العودة لوحدهما. دخل الصغيران على أبيهما فجأة وهو منهمك في تنظيف البيت، بعدما انتهى من دفن ابنه في نفس المرآب الذي دفن فيه زوجته وفي نفس القبر. ما شكون كان هنا؟ شنو تفرادل؟ ما على بالكم شكون جاء؟ شكون؟ ايه جات امكم؟ جات ما؟ ايه جات امكم، ما صابت حتى واحد وراحت. صح عندها 10 سنين ملي ما جات، واش دير بينا؟ واش حبيتيني ندير لها انا يا بنتي؟ حبت تجي جات. وعبد القادر وراهو؟ هي صابته وحده هنايا، راحت داتو راحت. كان يستنى في البارابول والديمو، كيفاش راحو خلاهم؟ انا واش دخلني؟ راه كنت تقصر بزاف نتوما.
ايه طيروا عليا يلا كوميساري انا ليش قال في راسي شمش كي دخلنا نلقاو حافل الصاله وين ما في استقبل الناس حاط النورمال القهوه الفنازل تاع القهوه الكيسان القاطو وبوي واش كان راه سكتوا واش راه صرافي امكم راهي جات وانتم طولتوا ما جيتوش وراهي راحت قلت له انا كيفاه ابوي ما من 97 ما جاتش ودوكي جايه تحوس على واش راه جاي احنا ماناش نحوسوا ليه خلاص من 97 سمحت فينا ما هي تسقسي لينا ما هي تجينا ما حتى حاجه ما دوكي علاه جايه تحوس علينا ماناش نحوسوا ليه هو كي شغل فرح معناها خلاص معناها الهدف تاعو انه يكرهنا في منا الحق صح حنا كرهناها صح معناها كنشوف هذه ما نعرفهاش قعدنا نخزر وقلت له عبد القادر ورا قالنا نسيتوني عبد القادر راح لامكم جاتكم راه راح معها لصاك فيها وداتو معها قلت له كيف عبد القادر الصباح خلينا هنا يستنى في الكازا تاع البارابول والتلفزيون وثوكي راح ثم قلنا لا واش حنا نخافوا منه كي يبدا يزقي نخافوا قلنا واش نكذب عليكم انا هذه ما دخلتليش كاع في راسي عبد القادر راح يخلينا والله حتى انا عباك شكيتو يكذب سر كاينه حاجه ما دخلتليش كاع في الراس لم يستوعب الطفلان رحيل أخوهما بهذه الطريقة ولم يصدقا كلام أبيهما وراحا يتساءلان ويشكان في أمره ذن الظهر كي ذن الظهر رايح به يصلي تلف لابس القندورة البيضاء العربي نخزر فيها طاشات تاع دم باين دم كيعود دم لقيت له قلت له بلي الدم راه في قندورتك تاعش شافها خلع نحى القندورة حطها ولبس قندورة واحدة أخرى قالنا دوكي واش هاد الشيء مع لاكو دايرينو هنا ماما راني ندير والو راني نطوي برك في حوايج هذا ما كاين اش كنتي هادي جاي خلاص هيا ربطو وما سحق حتى واحد يزول روح نصلي نعاود نولي ما نلقى حتى واحد مايض هيا خلاص هيا بابا شنو هذاك الدم اليوم من تحت القميص تاعك واش من الدم واش من الدم ورا هذا هيا هيا تاع بروح كي هيا سيب خلاص هيا خلاص روح نصلي ونولي ما سحق حتى واحد نايض سكر علينا الباب بالمفتاح كي عوايدو بالمفتاح وراح بعد خروج أبيهما صعد الطفلان كالعادة إلى سطح البيت لتبادل أطراف الحديث هناك وإذا بهما يشاهدان بقعا من الدماء منتشرة على سطح البيت وفي الدرج وعلى الجدران أيضا هذا دم جديد الأمر الذي حاز فيه نفسهما وراحا يطرحان العديد من الأسئلة ويشكان في أمر أبيهما حميدة حميدة ينهبطوا دوك يجيبوا جينا طالعين للسطحة كنا طالعين نلقاو الدم الدم مسحب مع السكالي باين كتعود واحد شرميطه تسحب فيها ولا حاجه ولا كذا مهابطين مع السكالي طلعنا السطح فوقين نلقاو الدم قاعدين طاير في الحيوط وفي الاخر خلعت انا اول حاجه جاتني الفكره تاع الكلمه تاع عبد القادر اللي قالها لي تاع بوي قتل ما ولا حف حفره تاع الكراج هذيك اول حاجه طقت لي في راسي خلاص بردو قوي مخلع قلت للطفله قلت يلا نهبطوا فوق يجي بوي يفوقنا باللي فوقنا الدم كاش من ديرو في مساء ذلك اليوم وعند عودة الأب حاول الطفلان معرفة مصدر تلك الدماء غير أن الأب تدارك الأمر فجأة وراح يخبرهما بأنه قام بذبح ديك لوالدتهما بما يعرف عندهم بالنشرة ولم يتسنى له تنظيف تلك الدماء واش هذا رحت صليت عاوت وليت مازال ما قيلتوش وقيلة قلت لكم ربدوا لا لا قيلنا بابا هكذا حبيت نسقسيك حاجه واش تسقسيني ثاني تاكل ما رايح جاي تسقسيني اهدر واش كاين قبيله طلعت للسطح لقيت دم في السطح في تريكو تاع عبد القادر وشنو الدم دم ايه هيا اخي دم تعرف الفروج هذاك تاع الفروج اللي ذبحناه ياك جات امك وذبحنا ذاك الفروج فهمت وعبد القادر عاوني وكدا والدنيا ويا حسره والدم وخمج روحه كاع بالدم بصح كيفاش راح عبد القادر وخلى حوايجو كاع هنا في الخزانه واه سيدي يربح حوايجو انت ثاني تقتل حوايج ياك جابت له امكم جابت له واحد الكوستيم تاع الوزاره يشعل هكا يدير كل شيء يدير بهذوك الحوايج كيفاش عبد القادر راح معايا ما وانا نقعد لهنا انا نروح معايا ما جيب لي يما براسك ها انت واقيلا ولي تحب تفهم بزاف ها براسك جيب لي يما ما على باليش جيب لي يما تراك حاب تفهم جيب لي يما ما على باليش جيب لي يما انا نقول لك ما كاش عبد القادر راح معايا ما نقعد لهنا انا نقول لك ما كاش امك هو خويا كيما مالف عوايدو يجبد التيو وبدا يضرب فينا الطفله خافت سكتت انا ما سكتش قلت له الله يسالك انا جيب لي ما حي ولا ما حي تفضل تفضل
زعف نحى الشاش تاعو، الشاش تاع يابطو البطني، حطني في السطح، ومن بعد قاعد يضرب فيا، جاب لي تريسيتي ما سكتش، ضربني ما سكتش، جاب لي بيدون تاع ايسونس، قال لي تهضر نشعل فيك، قال لي امك قتلتها وزدت وقتلت خوك ودوك نزيد نلحقك انت. حميدة أخويا، حميدة، حميدة، نو تاكل، جبت لك تاكل. أنا قلت لك ما تهدرش. أنا وش قلت له؟ أنا قلت له نحب ما عندي يما. أنت تعرفوا بليك هو مهبول، من تا لازم تريكلامي. لو كان ما هدرتش معاه ما يدير لك والو، هاك ديت الضرب في باطل. أنت تحب تهدر، شحال من خطأ وأنا نقول لك ما تعندوش، ما تعندوش يا حميدة، ما تعندوش، أنت تحب تهدر. من بعد تمينا عايشين حياتنا نورمال، كانوا اخواننا ما نعرفهمش، يجينا حتى واحد، اعمامنا كان ساعه يدور علينا، عمتنا ساعه عمنا وما يدخلوش، كيما يقولوا حنا كي يجوا يقعدوا برا، يخرج من القهوه لبرا، لبرا في الشارع ما يدخلوش على الدار. كي يقولوا له علاه ما دخلناش، يقول لهم يا ودي المراه تاعي راه ماشي ما تعزكمش، وراها خاوتها ومزعكت ما مشي جوها، وانتم ثاني ما تجوش، اللي حاب يجيني يجيني يشوفني لبرا ولا نتلاقاو برا وتربع. ما يدخل حتى واحد للدار، واللي كانوا يجونا الاغلبيه اللي يدخلوا للدار الاغلبيه تاع النساء، وكانوا يكتبوا كما احنا نسموها الكتيبه ولا التسباب، هي الرقيه، وبالعاميه تاعنا يسموها الرقيه، جايه الرقي ولا جايه نكتب ولا جايه كذا، وهي في الواقع جايين يسحروا، كل واحده واش تسحر. سخير سخير، واش عندك واش عندك؟ انا عيطت لك البارح. ايه ايه خلاص خلاص هي خلاص، انا وجدت لك لا شوفي هاك شدي، شوفي هذه ديريها لو تحت المخدة تاعو، فهمتي؟ ديريها تحت المخدة تاعو وما تكسرش راسك، خلاص؟ هيا جبتي لينا من اللي قلت لك عليها؟ هادي لهنا هادي. هذا الشيخ كان يستقبل كل يوم نساء في بيته على أساس أنهن جئناه للرقية، لكن الحقيقة المرة هو أنه كان يمارس طقوس السحر بكل أنواعه. كنا في مرحلة من المرحلات كنا نعاونه، مثلا كما كاين سوا سواشي ولا صالح يقولنا لوحوهم لوحوهم، سرتوها في الجبانات. احنا في الحي اللي انا فيه عندنا ثلاث جبانات سمين، عندنا جبانة تاع اليهود، وعندنا جبانة تاع النصارى، وجبانة تاعنا. اي هنا ما نعرفوش صاشي، يقول لك صاشي يقول لك طيشه ما تدخلش الجبانة، طيشه من فوق السطح وخلي عليه. اللي تهول شوف اني خلط فيها ويا اللي تهول لطيف يا لطيف. يا ولد كذا فهمتي خلاص؟ وهذه وش جابها؟ هذه الشيخة عروستي، هذي عندها مشكل في بنتها ما ترقدش في الليل، وسبحان الله هي رقدت. خلاص خلاص جبتي لي قرعة ما؟ هاي لك. هذي 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 لنا لنا يا ولد لنا يا ولد لنا عرقني هاكي خلاص، هذه شربي لها كل صباح ديرها، فهمتي؟
خلاص تنحى عليها كل شيء. هي خلاص هي روحوا لي هي. هي خلاص. هي هي. اسمعي. أنا شهر عبدي ودي لي ها. ابدي. ما عليك. هي خلاص هي. ما عليك يا مرتي. يا بدر. السحر بالالوف نسوين قاع يجوه وينحلهم في الدراهم ينحلهم الذهب ينحلهم كلش ويكتب لهم يمارس معهم قاع الطقوس تاع السحر يديرها عادي. هي كانت عندنا حنا كيما حنا نقولوا يضرب الخفيف يضرب الخفيف وكان في نفس الوقت كاينه يقولوا يسموها النشره كيما حنا نقول لك جيب فروج جيب حاجه المهم حاجه سوداء فروج عتروس جدي اي حاجه اسود ويقول لك هذا معناته كيما نقولوا حنايا تذبحوا وتلم القش تاعو قايتين ديرها في ساشي ولا حاجه وتحطها في بلاصه ومن بعد مش عارف يضرب هذاك الخفيف كي تروح للبلاصه اللي كان فيها العتروس هذيك ولا حاجه ما تلقاهاش تلقاهاش تلقى قال الساشي فارقه. هذه معناها كيما حنا نقولوا صرات ماهيش مره ماهيش زوج ماهيش ثلاثه. وما الاغلبيه تاع الناس كيما حنا نقولوا بين الجهل ولا مانيش عارف يقول لك باللي رانا جايين الرقو ما يقول لكش راني رايح نسحر. هو فرق ما بين السحر وفرق ما بين الرقية. كاين يقول لك راني رايح الرقي ولا يسبب اول حاجة يروح ليه يقول له افتح لي الكتاب. ملي واحد يقول لك نفتح لك الكتاب ويشد لك السبحة ويجبد لك البرج ويجبد لك ترابي وناري وبرج جدي وبرج الجوزة ومانيش عارف دخلك هذه عرف بلي هنا بلي راه سحر ما هوش رقي. من الاختطاف إلى القتل إلى الشعوذة كل هذه الصفات تجتمع وللأسف في شخص واحد لم يفتضح أمره حتى الآن. والمخزي في الأمر أنه يؤم المصلين في المسجد ويرفع يداه لله داعيا شاكرا أمام قوم المصلين وكله خبث ونفاق ويداه ملطختان بدم أقرب المقربين إليه زوجته وابنه وما خفي أعظم. بهذا نكون قد انتهينا من بث الجزء الأول من هذه الحلقة. نلتقي بإذن الله الثلاثاء المقبل لنتابع ما تبقى من هذه القضية. إلى اللقاء.